شلونك؟ شلون صحتك؟ ان شاء الله زينين. اشكرك. ضحك عليك بالتلفزيون من اربعه. الله ينصرك والله. يعني شلونكم؟ ان شاء الله زينين حجيه. كل ما تطلع باي مكان انا كل حجي بس اريد احكي معك. بس ادعونا بس ادعونا. الله ان شاء الله حافظ اليوم. الله يبارك بيكم. شلون وضعكم هنا حجيه؟ والله الحمد لله مرتاحين. الحمد لله. جماعه ما قصروا ان شاء الله. ما قصروا بينا. موجود هسه ربعكم الباقين ايضا جايين ان شاء الله بالطريق. هسه يعبرون الجسر باذن الله ان شاء الله. وسيد السيد رئيس وزراء على تواصل ويا السعوديه على مود يحصل لكم مقاعد اكثر بعد ان شاء الله. إيه. والله الحمد لله ما علينا قصور. الله يبارك فيكم. بس سوى الحج ما طلع اسمه البعث. هسه احنا اذا زادت العدد زيادة السعوديين ان شاء الله الكل تروحوا. ان شاء الله. واكو مساعي السيد رئيس وزراء، السيد رئيس البرلمان، رئيس الوقف، كل هذا تسعى. الله يرضى عليكم. واحنا من مصلحتنا ان تروحوا. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله ينصركم على القوم الكافرين ان شاء الله. الله يرضى عليكم. جيش الجميع، وزارة الدفاع العراقية، وزارة الدفاع العراقيين جميعا. حقيقة هذا الموضوع اللي تسمعوا أنه جيش طائفي ما طائفي أبدا، وسبب الانهيار والخسارة الكبيرة اللي منيت بها القوات المسلحة العراقية هو سوء التصرف للكثير من القيادات، وبسبب فساد القيادات العسكرية اللي كانت موجودة في الموصل دفعنا ثمن غالي، وهذا اللي وصل به البلد. ولكن الجيش الحمد لله بدأ يستعيد عافيته، صار إجراءات عديدة وكبيرة ومهمة في اختيار القيادات في المستويات العليا. يعني هسه اطمئنوا جدا انه الجيش جيش عراقي مهني وطني خالص ولاء للعراق بنسبة كبيرة جدا. حققنا انه الجيش يبتعد عن الطائفية، ابتعد عن الصراعات السياسية، لانه كل الضباط والقادة والآمرين والجنود تنعوا بانه ما خلاص الا بالجيش العراقي، والجيش العراقي يجب أن يكون هو صمام الأمان للشعب العراقي جميعا. وإحنا هذا عهدنا، ونعاهدكم كجيش عراقي كوزارة الدفاع أننا سنكون صمام أمان للعراقيين جميعا، وسيكون ولاءنا للعراق، لا ننظر لا طائفة ولا دين ولا مذهب ولا أبدا. فاطمئنوا، بس أريد تعاونكم معنا إن شاء الله عندما تبدأ عمليات تحرير نينوى وتراح تكونون في الموصل. لا لا، الحقيقة هو دولة رئيس الوزراء أخذ قرار في فترة مبكرة جدا بأن جميع الحجاج سيذهبون إلى مكة المكرمة. هناك إشكاليات الحقيقة على مستوى إدارة هيئة الحج، وإن شاء الله سنتلافاها بفضل الجميع، ومعالي الوزير لم يقصر، وكذلك دولة رئيس الوزراء. نتأمل خلال 48 ساعة المقبلة إن شاء الله ستحل المشكلة ونزف البشرة أن نقدم الخدمات إلى الجميع، ومعالي الوزير لم يقصر ولم جهدا، وانا اشكره جدا الحقيقه. احد الحجاج ذكر انه بعض اخوان الشيعه زاروهم وقدموا لهم طعام. هل هذا تهديد؟ هذا يدل على ان الشعب العراقي شعب طيب، وبالتالي لم تاخذه ان شاء الله هذه المغامرات والمقامرات التي حاول البعض ادخال هذا البلد فيها. والله كما ذكر الشيخ، يعني هو حقيقة بداية واجب إنسان، أعتقد أبسط واجب نقدمه لهم. وإحنا حقيقة ليس فقط وزارة الدفاع، وزير الدفاع، كل الحكومة العراقية بكل مفاصلها مهتمة بهذا الموضوع. الإخوان في القيادات الأمنية أيضا سهلوا أمر الحجاج بقدر كبير، والآن تسعى الحكومة وعلى رأس السيد رئيس الوزراء، رئيس البرلمان، الشيخ رئيس الوقف الدكتور أيضا يسعى من أجل الحصول على مقاعد إضافية لكي يذهب جميع الحجاج إلى بيت الله الحرام. إن شاء الله ندعوهم سالمين ويرجعون غانمين من الحج بإذن الله إن شاء الله. رسالة توجهنا إلى القيادة في المملكة العربية السعودية. والله فعلا أنا رسالتي إلى الإخوان وإلى جلالة الملك في المملكة العربية السعودية أن نعم الملك سلمان، نتمنى أن يستجيبوا لهذه الدعوة لحجاجنا من أهل نينوى، لأنه صار عندنا فد إشكال إداري كما ذكر الشيخ في هيئة الحج، وأصبح عندنا نقص في عدد المقاعد للحج. فأتمنى أن يستجيبوا لدعوتنا بتلبية العدد المطلوب من مقاعد حجاجنا من أهالي نينوى لكي يذهبوا إلى الحج ويؤدوا هذه الفريضة المهمة. تعاطف من قبل السيد رئيس الوزراء القادر عام القوات المسلحة المحترم، وأصدر أمر بإدخال جميع الحجاج الموجودين في جسر بزيبز، وحاليا الحجاج أكملوا يعني استعداداتهم للسفر إلى مكة إن شاء الله، مع التنسيق مع بين هيئة الحج والوقف السني والإخوان في جامع مقرة. ماذا بعد وصولهم لهنا، ماذا تقدمون لهم؟ يعني بالتأكيد أكو يعني أكو حماية، إجراءات أمنية كاملة، وتأمينهم، تأمين حمايتهم، تأمين وصولهم المطار، هاي كلها مؤمنة إن شاء الله.